في متابعتنا اليوم مشاهدينا الكرام برفقة الممثل الاجتماعي للقوات المسلحة الحاج بعيد الشيخي داخل بوابة اللي صار فيها التفجير الغاشم على شباب القوات المسلحة العربية الليبية، وشاهدنا مع بعضنا مدى مواساة الناس والأجواء. الناس كانت متضايقة أن ليش ما زال في إرهاب في حياتنا، احنا خلاص قلنا نبوا جيش نبوا شرطة، الإرهاب لا مكان له، سواء اليوم أو بكرة بإذن الله تعالى حينتهي الإرهاب داخل مدينة داخل ليبيا بصفة عامة. هذا كيف ما انتم شايفين حاليا بكامة القماطي الاماكن كانوا فيها شبابنا وشهدائنا الابطال اللي قدموا بارواحهم من اجل هالبلاد، يعني هالتفجير الغاشم والسياره المفخخه اللي كانت او العمليه الانتحاريه اللي كانت صايره من اجل قضاء القوات المسلحه العربيه الليبيه، لكن احنا اليوم نقولوا ان الجيش مستمر والجيش مش حيموت باذن الله تعالى. تعالوا شوفوا الاماكن اللي صار فيها الخراب كيف ما انتم شايفين هنا داخل البوابه. هذا أحد أيضا تفجير لي حد. أصبح قصير وقصير وقصير جدا، وليبيا ستبقى للليبيين الشرفاء، وهؤلاء المجرمين لا مكان لهم، لا مكان للإرهاب في ليبيا إطلاقا. فيحييكم سيدي القائد ويوسيكم في كل رفقاكم ويشد على أيديكم ويقول لكم اطمئنوا، فإن ليبيا للليبيين، ليبيا للليبيين الشرفاء. اطمئنوا اطمئنوا، حييكم شباركم، حيي رجال الدخل. بسم الله الرحمن الرحيم، الصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا وحبيبنا محمد وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهدي إلى يوم الدين. في هذه اللحظات ومن هنا من هذه المنطقة وهذه المدينة من الزويتينة قلعة من قلاع الجهاد، سابقا ولاحقا منطقة الزويتينة هنا يوجد أحفاد المجاهدين، وهنا يوجد أباء الشهداء، وهنا عرين من عرين الأسود. هذه المنطقة
قبيلة القبائل، قبيلة تاريخها واضح ومسارها واضح، ونحن نعرف التاريخ جيدا ونقرأه جيدا. ولما جد الجد اللي عنده فرس ركبها، القبائل رجعوا إلى تاريخ أجدادهم، لم يكن تاريخ مزيف، إن كثير والكثير يحكي على شيء وما لقينا عنده شيء، هذه حقيقة. وفيه اللي يحكي على شيء ولقينا عنده شيء، عندما نادى قائد الوطن القائد المنتصر بإرادة الله المشير أركان حرب خليفة بالقاسم حفتر وقال حي على الجهاد، تقدم الصفوف أبناء هذه القبيلة من أفراد القوات المسلحة العربية الليبية ومن الشباب المساند ومن رجال الداخلية، تقدم صفوف الكرامة، وخير شاهد رئيس أركان القوات الجوية سيد اللواء صقر الجروشي، هذا خير شاهد وأفضل دليل على أن هذه القبيلة انتمت للكرامة وانصفت خلف الكرامة ولم يكونوا في صفوف التآمر وبيع الوطن بالدينار والدولار اطلاقا. فالتحية لقبيلة القبائل، تحية لأبنائهم المناضلين من أبناء القوات المسلحة ومن رجال الأمن تشكيلات داخلية، والتحية لشبابهم المساند، والتحية لمشايخ هذه القبيلة ورجال هذه القبيلة الذين لم نسمع منهم إلا كلمة نحن مع الوطن ونحن مع الكرامة ونحن مع قائد الكرامة، هذا هو كلامهم دائما. اليوم يا سادة نؤبن شهداء سقطوا وهم يؤدون الواجب، وسقطوا بسبب التفجير غادر غاشم، تفجير إرهابي، لا لشيء إلا أن كونهم يرتدوا الزي العسكري، ولا لشيء إلا لكونهم يدافعوا عن شرف وطن وعن كرامة وطن. استهدفوهم عصابات الإجرام الذين يتشدقوا بأنهم هم دعاة الحق وأن نحن دعاة الباطل، ولكن خسأوا وخسروا، فالقوات المسلحة هي دعاة الحق، وقائد القوات المسلحة هو من يدعو إلى تطهير الوطن من الإرهاب والإرهابيين والإرهاب إلى زوال. وستبقى القوات المسلحة العربية الليبية، وسيبقى رجال الأمن، وستبقى ليبيا شامخة صامدة تتحدى كل العملاء والخونة والخانعين أينما كانوا وأينما حلوا، بقيادة القائد المنتصر بإرادة الله المشير أركان حرب خليفة بالقاسم حفتر. في هذه اللحظات نؤبن الشهيد يونس صالح الجروشي القبايلي، ونؤبن الشهيد أيمن عثمان علي القبايلي، وقبلهم كانوا قوافل من الشهداء من هذه القبيلة، قبيلة القبايل. فالتحية لمن أنجب شهيد، والتحية لمن أنجب بطل الآن في ساحات الوغى وفي ساحات الشرف أو مرابط في الثغور من أبناء القوات المسلحة أو من رجال الأمن أو من الشباب المساند. تحية لأمهات الشهداء وجوزات الشهداء وأخوات الشهداء
وأبناء الشهداء وأباء الشهداء وعمام وأخوة الشهداء وكل من ينتمي للشهداء وينتموا إليه الشهداء. في هذه اللحظات يا سادة أخوتي القبائل، ننقل لكم سلام ومواساة سيد القائد المنتصر بإرادة الله المشير أركان حرب خليفة بالقاسم حفتر، فهو يواسيكم فردا فردا ويقول لكم أبناءكم في ساحات شرف ولم يكونوا في ساحات الخناع وساحات الجبن وساحات العمالة وساحات التآمر. يقول لكم سيد القائد أرفعوا رؤوسكم فوق لأن أبناءكم شهداء، واحتزوا بأبناءكم لأن أبناءكم في ساحات الشرف. ويقول لكم سيد القائد أطمئنوا على ليبيا، ستكون ليبيا حرة أبية شامخة، وستكون ليبيا خالية من الإرهاب والإرهابيين، وستكون ليبيا للليبيين الشرفاء، وسينعم الليبيين بخيرات هذا الوطن وبعزة هذا الوطن وشرف هذا الوطن. وإن الوطن لا تفريط فيه. ويبشركم سيد القائد المنتصر بإرادة الله المشير أركان حرب خليفة بالقاسم حفتر بأن عمر الإرهاب في ليبيا قصير وقصير جدا 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 جدا، وإن النصر نروه بعيوننا قريب، النصر في كل الساحات وفي كل الميادين وفي كل أنحاء ليبيا، النصر على الإرهاب والإرهابيين، والنصر على الذين لا يريدون استقرار للوطن. فأطمئنوا سيدي يطمنكم ويطمن أهالي الشهداء بأن تضحيات الشهداء لن تضيع هباء، ويطمن أهالي الجرحى ويطمن أهالي أبناء القوات المسلحة وأبناء الداخلية وكل من ينتمي إلى جهاز أمن الدولة أو ينتمي إلى القوات المسلحة بأن لا تفريط في الحقوق، وسيكون الوطن مزدهر بإرادة الله، وسينعم أبناء هذا الوطن بخيرات ليبيا. هذا هو كلام سيد القائد المنتصر بإرادة الله. وإن ليبيا للجميع، لجميع الليبيين دون استثناء ودون تفريق، وإن ليبيا خيراتها كثيرة، وإن من يريد أن يمشي معنا في مسيرة الوطن فهو مرحب به، لكن من يحمل فكر أو يتعامل مع أجنبي فلا مكان له في هذا الوطن إطلاقا. فكر تكفيري، فكر الأخوان، فكر القاعدة، أو عميل الأجنبي، هذا لا مكان له إطلاقا إطلاقا إطلاقا. ما أنه المنطقة الغربية بألف خير، وهي الآن تلتحم بالكرامة التحام كامل. المنطقة الجنوبية اطمئنوا عليها، تلتحم بالكرامة التحام كامل، برقة أنتم عارفينها. الوطن عاد بإرادة الله، بعض البؤر البسيطة لها وقت ويتم التعامل معها وتنتهي، وستكون ليبيا آمنة مزدهرة بإرادة الله. هذا هو كلام اللي نقول لكم، ونحييكم أخوتي القبائل. أريد أن أقول من صب في يوم ندانا، يا مولانا بين في الخايم برهانا، من صب في يوم ندانا. من صب ما هي غلبة علي قابة، يا مولاي يزيد مهابة، فارس يوم على خطابة ما خلانا جانا والحالة تعبانة، من صب في يوم ندانا. من صب ضد الطوغاة خبر بثبات، خبر واقع مش حكايات، رافض حكم العصابات ولما ركانا قاير راني قاعد هانا،
وضع خطة حربة بثبات، دخل ميدانه قايد مشهور بإيمانه من صب في يوم ندان. من صب ضد الأخوان دخل ميدان معارك ما هو طفر لسان، قطع دابر زمرة خيان وجوه عفانا، زلزلهم ثاير بركانا من صب في يوم ندانا. من صب هذه الصراحة جال الساحة خش عليه زمرة سفاح، قال الوطن نريد نجاح عليه مكاننا ما نرضى فيه هانا، جوه رجالة في لواحة لاجل شانا باعوا الأرواح في ميدانا، جرجرهم خشوا شباحة يانا يانا زمرة قطر وأرض وغانا، طاحوا هكي الاستراحة حكم أخوانا بن موزة عدى بزمانا من صب في يوم ندان. يا مولانا بين في الخايم برهانا، نحييكم واطمئنوا على الوطن، ونوصيكم من جديد خوتي القبائل، ولكم تحية الوطن. ونحيي ونريد أن نختم هؤلاء الإعلاميين، نحيي قناة الحدث، نحيي المصور محمد القماطي مصور الشهداء الذي عشق قيم الشهداء وعشق تواصل مع أهالي الشهداء، ونحيي السيد محمد سركس موجود معنا اليوم، نحيي رجال الداخلية الموجودين معنا اليوم، نحيي من منطقة جدابية ومدينة جدابية، ونحيي كل من حضر. فلكم التحية، فالوطن منتصر اطمئنوا، الوطن منتصر اطمئنوا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. في البداية نترحم على شهدائنا الأبرار الذين سقطوا في ميدان البطولة والشرف، ونطلب من الله العلي القدير أن يشفي جرحانا وعودة الغائبين لأهلهم سالمين غائمين غانمين يا رب العالمين. باسم أسرة الشهيدين يونس صالح الجروشي وأيمن علي عثمان احتيقة، خاصة وقبيلة القبائل العامة الموجودين في جويتينا، نستنكر وندين العدوان الغاشم الذي قام به الخارجين عن الدين والقانون بتفجير بوابة جدابية الشرقية الذي سقط عنها استشهاد أفراد من القوات المسلحة الأبطال. وإننا نثمن انتصارات القوات المسلحة الليبية بقيادة المشير خليفة حفتر، وخاصة ورفاقه من الضباط وضباط صف القوات المساندة لهم. وإننا نشكر كل من جاء لمواساتنا في الفقيدين من القوات المسلحة بقيادة المنطقة الوسطى، ونحن نحيي ونشكر الذين أتوا إلينا اليوم بقيادة الصديق والصاحب الحاج بالعيد الشيخي مندوب القوات المسلحة ومندوب المشير خليفة، إنها أتت اليوم ليقدم لنا التعازي في الشهداء الراحلين، ونقول لكم إن ابن أبنائنا أبناءكم قبل أن يكونوا أبناؤنا، وكلنا فداء للوطن. وها هي عائلة الجروشي وعائلة علي عثمان احتيقة، نضحي ونقدم أكثر من 10 شهداء وعدد من الجرحى كرامة من أجل كرامة هذا الوطن الغالي، ونعاهدكم بأننا سنكون جندا لهذا الوطن ونبذل الغالي والرخيص للدفاع عنه حتى يتحرر الوطن من هؤلاء المجرمون الخارجين عن القانون، والنصر لقواتنا المسلحة. وعاشت ليبيا حرة أبية، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عروسنا صراحة واحترام النمر في عروسنا الحقيقة، بارك الله فيهم، يعني جيت مننا اليوم الحقيقة رفعت معنويتنا، وإحنا قبيلة القبائل ولا يمكن وخر أي كلمة هذا بدها تحرر ليبيا. إحنا أنا عندنا قبائل شرقي دخل واحد، لابد إحنا عندنا الجيش بالابطال القوات المسلحة بالمدنية لابد احنا ان شاء الله لابد نتحرر ليبيا، وعني وعن قبائل المنطقة الجزئية المجاهدة. والحقيقة وجودكم لنا اليوم شرفنا كأننا واحنا الحقيقة كلام صح، والعسكري الابطال اللي سقطوا في الواجب هذول ليبيا كلهم كن، وبارك الله فيكم كل عام وانتم طيبين. Just
المستشفى اللي مازال قاعد في البوابات، قاعد في البوابات اللي في الشارع. ما قصرتم، ما قصرتم، حق خذينا عندنا شعب. الشعب ما قدمت هذه القبائل العريقة الحق اللي تحمل الكرامة وتفت خلف الكرامة وخلف سيد القائد المنتصر المشير خليفة حفتر، فقدم كل هذه الأعمال اللي رغم التضحيات ورغم كذا إلا هو مستبشر خير وإن الوطن منتصر وإن الوطن بإرادة الله ليبيا حتكون للليبيين وليبيا حتى نعرف بالخير وبالأمن وبالأمان بإذن الله، والإرهاب عمره قصير. ضلينا قدامك مشوار. الله يبارك فيكم، شكرا. ما ضلينا قدامك. ما قصرت سلاحكم، الله يسلمكم، شكرا. شكرا يا سيدي. شكرا يا سيدي. شكرا يا سيدي. شكرا يا سيدي. هذا بشهيد طبعا. والله السلام سيدي المشير، ونقول لكم المساء ونقول لكم احنا مصابنا واحد لهؤلاء الشهداء الابطال، وهذه اراده الله يا سيدي، هذه اراده الله. ويعاهدكم ان عمر الارهاب قصير في ليبيا منتهي باراده الله. باراده الله باراده الله باراده الله. ربكم الله خير. ان شاء الله انتم طيبين. حذر واحد اسمه، حذر واحد، حذر واحد. حافظ على 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 حافظ